أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الذي ينعم أو يعذب في القبر الروح أو الجسد أو كلاهما؟ كلاهما، الروح والجسد، خلاف الذين يقولون إن العذاب على الروح فقط والجسد يفنى ولا يبقى له شيء. لا، الله قادر أن يعذب الجسد ولو كان ترابا، الله قادر على ذلك. فالعذاب أو النعيم للروح وللبدن جميعا. نعم.